السؤال الأول في هذه الحلقة لي صديقة تغاضبت مع زوجها خرجت من البيت. طيب قال إذا خرجت فأنت محرمة علي، تحرمي علي بتعبيره. كلام ده من 4 سنوات ولا يدري ماذا يفعل، كان قد طلقها مرتين من قبل وهذه المرة الثالثة. طبعا وجه الحرج أنه إذا احتسبت هذه طلقة وحدث الحنث ووقعت المخالفة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، من هنا كان الحرج ونشأ السؤال. وهذه مسألة مهمة ننبه عليها، الطلاق مرتان يعني الطلاق الرجعي الذي يملك الزوج أن يرجع فيه زوجته إلى العصمة ما دامت في العدة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما الطلقة الثالثة قال فيها ربي جل جلاله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره. بعض الناس لا يحصون عدد الطلقات ولا يحصون العدة ويعيشون سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا والله. طيب ماذا عن قوله لها إن خرجت تحرمين؟ تحريم الزوجة موضع نظر بين أهل العلم، والصواب فيه الراجح يستفصل من صاحبه عن نيته، إن قصد وقوع الطلاق عند المخالفة كان طلاقا، إن قصد الظهار أنت علي كظهر أمي كان ظهارا، إن قصد اليمين يعني يحملها على أمر أو يمنعها من أمر كانت يمينا مكفرة يخرج من تبعاته عند الحنث بكفارة يمين. يبقى هذه الكلمة نسأل السائل الكريم ماذا قصدت بها؟ هل قصدت بها وقوع الطلاق إن خرجت زوجتك؟ فإن خرجت تحتسب طلقة. إن قصدت بها أن هذا أنه إن خرجت تكون قد ظاهرت منها كقولك لها أنت علي كظهر أمي، يبقى هذا ظهار وله كفارة وليس طلاقا في سورة يعني المجادلة. فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، وبعدين فصيام شهرين متتابعين إذا ما فيش رقبة، إذا عجز فإطعام 60 مسكينا. أما إذا قصدت بها مجرد أن تمنع زوجتك من الخروج فقط وليس لك نية لا إلى طلاق ولا إلى ظهار، هذه يمين مكفرة يا سيدي، تخرج من تبعاتها عند الحنث بكفارة يمين. هذا قول الله سبحانه فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وقبل أن نطوي ملف هذا السؤال نقول للزوجة يا أمة الله اتق الله في زوجتي، أحسن التبعل له، أحسن الطاعة له، فإنه جنتك أو نارك. وإن المرأة يا سيدتي إذا صلت فرضها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وأحصنت فرجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية جئت. ما أعظم هذه المكافأة، أن تصلي الفريضة وأن تصوم شهر رمضان وأن تحافظ على عفتها وعلى طاعتها لزوجها، أبواب الجنة الثمانية مفتوحة أمامها. فأي فوز يعدل هذا الفوز؟ وأي كرامة تعدل هذه الكرامة؟ نقول للزوجة يا سيدي اتق الله في أهلك، فإن الله جل جلاله قال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويعني المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقومه كسرته وكسرها طلاقها. الحل الوحيد أن تقبل بها على قدر من العوج وتوطن نفسك
على التعايش معه والتعامل معه. وأن إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه. وفي الحديث لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. واذكر واذكر جيدا أن هذه المرأة جاءت إلى بيتك وقد نقشت على صدرها وصية من النبي محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب عليها استوصوا بالنساء خير التوقيع محمد رسول الله. اذكر هذا المعنى دائما دائما دائما. ولا تحملك قدرتك عليها على ظلمها. إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. وقد قال تعالى مهددا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ونوصيك بوصية سيدي وسيدك وسيد الناس جميعا، لا تغضب. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وأعظم جرعة تتجرعها جرعة غيظ تتجرعها وأنت قادر على إنفاذها، تزداد بها عزا وعلوا ورفعة ومكانة عند الله عز وجل. لا تغضب لا تغضب لا تغضب.